يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يزال أهل كل بلد يفخرون بأبصارهم وبأناسهم بما مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتخر أهل المدينة بما قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكان أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الخميري الإمام ثقة الجبل، إذا ذكرت له الرحلة في طلب العلم كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وافتخروا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يقرز إلى المدينة كما تقرز الحية إلى جحرها. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وافتخر أهل مكة بما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فمكة افتخرت بهذا الخبر، والمدينة تفتخر بتلك الأخبار. وافتخر أهل اليمن بما رواه الطحاوي في مشكل الآثار وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستجندون أجنادا ثلاثة، جندا بالشام، وجندا باليمن، وجندا بالعراق. فقال عبد الله بن حوالة: يا رسول الله، خر لي بأي الأجناد ارتحت؟ فقال: عليك بالشام، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. فافتخر أهل الشام بهذا الخبر وبما رواه الإمام الجبل صاحب تاريخ دمشق هبة الله أبو القاسم ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهذا يدل على أن أكثر أو آخر الناس فسادا هم أهل الشام، بمعنى إن رأيتم أهل الشام قد فسدوا فالأولى الآخرون. وقد جاء عنهم في فضيلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، وحق لأهل المغرب وخاصة أهل إفريقية والتي تسمى اليوم تونس أن يفتخروا بما رواه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث داود ابن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى يأتي أمر الله. ورواه أبو عوانة في مستخرجه وأحمد في المسند بلفظ آخر: لا يزال أهل المغرب ظاهرين حتى يأتي أمر الله تعالى. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فليحذر أهل المغرب بما مدحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مازال فما ناس أخيار فضلاء أتقياء علماء فقهاء يدافعون عن هذا الدين بأرض المغرب. وقد جاء فينا خبر آخر فيه فضيلة عظمى لأهل المغرب فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سألت عتبة ابن نافع ابن سعد ابن أبي وقاص قال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال؟ فقال: إني وافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أناس من أهل المغرب قد لبسوا الصوف، فأدركتهم وهو يقول لهم صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله عليكم. هذا الخبر هو للمسلمين عاما ولأهل المغرب خاصة، لأن المخاطبون في هذا الخبر هم أهل المغرب، وما ذلك إلا لفضيلته، وما ذلك إلا أن يضرب بسهم وافر في هذه الفتوح. ومعاركنا مع الروم كثيرة، لما زحف الإسلام فاتحا إلى هذه الأراضي وإلى هذه الأمصار بفضل الله تعالى، ثم بصحابة كرام دخلوا هذا البلد وفتحوه وحاربوا أهل الروم والبربر الذين قاموا في وجوه أولئك الصحابة الأبطال الأخيار الذين نشروا الخير في هذا البلد ونشروا الإسلام في هذا البلد وقعدوا قوام الدين في هذا البلد واختطوا أول قبلة كانت لأهل المغرب في هذا البلد. ومعاركنا مع هؤلاء كثيرة، ومطاحننا مع هؤلاء كثيرة، وأول مطحنة ومعركة كانت بهذه الأرض كي يعلو صوت الحق وكي يرفع لواء الإسلام وشريعة خير الأنام سنة 27 من الهجرة، حيث دخلها صحابة منهم 70 من أهل بدر دخلوا إلى إفريقيا. 70 هم ششون، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم عبد الله بن الزبير، ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي سعد، صحابة كرام كبار، ومنهم عقبة بن عامر الجهني الفهمي، ومنها معاوية بن حديج، ومنهم رويفع بن ثابت، ومنهم أبو زمعة البلوي. هؤلاء كلهم دخلوا تونس، دخلوها ينشرون الحق لا ينشرون الباطل، لا ينشرون السيف، لا ينشرون الكذب، لا ينشرون الفواحش، لا ينشرون الإلحاد، لا ينشرون فصل الدين عن السياسة، لا ينشرون تلك الخرافات وتلك الأكاذيب التي أذاقتنا الويلات والتي خلفتنا إلى الخلف وإلى الوراء. هؤلاء جاءوا كي يحكموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا أن العزة في هذا الدين وأن الذل في حق الكافرين، فما كان لهم إلا أن يتمسكوا بما شرعه المولى تعالى. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هؤلاء الصحابة فهموا هذه المعاني
فهموا هذه الآيات، فهموا هذه الأحكام، فهموا معنى السنة، فهموا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءون إلى هنا فاتحين ناشرين للخير. أما ما نراه اليوم من بني جلدتنا يحب هذا الخير الكل يمشي علينا، يحب هذا الشعب الذي عاش مسلما وسيبقى مسلما كرها على قلوب الحاقدين لهذا الدين، سيبقى هذا الشعب مسلما رغم أن في كل عدو لهذا الدين. نحن مسلمون ولنفتخر بذلك ولنعتز بذلك، وأن الصغار والذل ليس لنا إنما لهؤلاء. روى الحاكم في مستدركه من حديث تميم الداري ويرويه عنه سليم الكلاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا ومر إلا أدخله الله هذا الدين بعز يعز به أهل الإسلام وذل يذل به أهل الكفر. ورواه من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو دخل إلى المسجد فصلى ركعتين، وكان يعجبه إذا جاء من سفر أن يصلي ركعتين. قال: ثم أتى فاطمة فقالت له: يا رسول الله، ما بال وجهك قد شحب اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث أباك بأمر لم يبق على ظهر الأرض إلا أدخله، ولا بيت مدر ولا شعر. طيب اللفظ الآخر وبر، وهذا شعر كلاهما معنى واحد، والوبر هو سوف الإبل والأرض. فقال: ولا بيت مدر ولا شعر إلا أدخله الله بها بعز أو بذل حتى يبلغ هذا الأمر حيث يبلغ الليل. فهذه نعمة كبرى، وما نحن فيه نعمة كبرى. ونحن المسلمون اعلموا أنكم على الحق واصبروا وأمنوا، فإن الله معز الدين، وإن الله سيمكن هذا الدين بنا أو بغيرنا. ولكن نرجو أن يكون عنا دور، أن تكون عنا مساهمة في نصرة هذا الدين، أن يكون عنا عمل تمام وتضحيات كي يعتز وكي يعز هذا الدين، باش نعيش في خير وتعيش إنسانة في خير وتعيش أبنائنا في خير ويعيشوا صغارنا في خير وبناتنا في خير، في ستر وفي حشمة وفي حياة وفي مجتمع نظيف بيئته. مش كما هؤلاء الذين الآن في كل قناة يطعنون ويلمزون هذا الدين بالرجعية والخلفية، وأنه بش يرجعونا الإسلام، وأنه بش يحكموا فينا بالقرآن، وبش يرجعوا يقصوا للدين، وبش يرجعوا يعلم كذا وكذا وكذا. وهؤلاء منا ربما تلقاه فوق، وربما تلقاه بوك، وربما تلقاها زوجتك، وربما بنتك. من أين تأسست هذه الأمور؟ ما هي جذورها؟ جذورها معروفة عند الناس الكل، وهذه الأفكار ليست أفكار إنما هي تأتينا من الغرب. وهؤلاء جنود هؤلاء الكفر الذين يسعون إلى إفساد هذا الشعب. يحب بلادنا حرية معتقد أكثر، حر واللي يسب حر، واللي يسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حر، واللي يشرب حر، واللي يزنى حر، وكل واحد حر. هذا مفهوم خطأ. فالحرية عندها ضابط، وخير الحرية في الإسلام، وهذا الإسلام جاء بالعدل، جاء بالإنصاف، جاء برفع الفواحش، جاء برفع المظالم، جاء بإعطاء الحقوق. هذا هو ديننا الذي تركه لنا صلى الله عليه وسلم لكي نحيا في سعادة، باش نعيش في خير،
لشان يعيشوا فيه تمام، اللي احنا ما لناش نعيشوا فيه، واللي بقى غايب علينا سنين وسنين. اي امانه ان المسلم يمشي بقميص يخاف، ويمشي بلحيه بخاف، ومرته لابسه خمار يخاف انه يخرجها، ويمشي بشياقره يخاف، واللي تمشي بحجاب في الليسين حولها وتخاف، وربما اخذا واحد مجرم فهمتي الى المركز اخذا عليها التزام ونحالها خمارها. كيفاش احنا بلد مسلم ونعيش في الاحوال كيف هناك؟ كيف هؤلاء يدعون الاسلام؟ كيف هؤلاء يدعون انهم على هذه المله وهم يعملوا في الشيء هذا؟ كيفاش يعملوا منشور منع الحجاب ثم يقول انا مسلم؟ كيفاش يعمل منشور في منع اللحيه ثم يقول انا مسلم؟ هذه امور طامات كبرى وعظائم عظمى نعيش فيها احنا اليوم. واذا احنا ما نقعدوش، واذا احنا مش نبقاو ساكتين، راكم مش تقعدوا كيما انتوما، وماهوش باش يتبدل حد شيء، وماهوش باش يتغير حد شيء. اذا فلا بد، هذه حقوق. وانا قلت قديما في مساجد اخرى ان هذا صار مفروغ منه في المطالبه. عندنا مطالب اخرى، احنا نحبوا شوارعنا نظيفه، ونحبوا البيران اللي تتسكر، ونحبوا مراكز الدعاره تغلق، ونحبوا هؤلاء السياح اللي يجيونا يتسلموا ويحترمونا. احنا هذه المساجد والمحاضرات والخطب والناس الكفاءات، هذا خلاص ما عادش نتكلموا عليه، مفروغ منه. هذه الاساسيات احنا نطالبوا بالاكثر. تو انا نحب نهز زوجتي الى مكان باش نتفرهد انا وياها، نحب نشوف ناس نظاف، ما نحبش نشوف الاعراق، ما نحبش نشوف الفساد، ما نحبش نشوف هذا التوريست عامل لي صليب ويدور لي في بلادي، ما نحبوش يجيب للسيده، ما نحبوش يجيب للنظام، ما نحبوش الشيء هذا. هذا بلد المسلم، فليعلم هؤلاء ان هذا البلد مسلم، والذي قعد الاسلام هم الصحابه، ثم من بعدهم، ثم علماؤنا الاخيار الذين زادوا القيروان بالعلم والعلم وبالقيام والصيام. وقد احسن من قال: فهل للقيروان وساكنيها عديل حين يفتخر الفخور، بلاد حشرها علم وحلم وإسلام وخير ومعروف. هكذا هم أهل القيروان، بلاد اختطها أصحاب بدر، وتلك اختط ساعدها أمير. عاصمة الشرق بغداد وهذه، عاصمة الغرب بينهما كثير. ولست أقيس بغداد إليها، وكيف أقيس بالسنة الشهور؟ بلاد تقصف الجبار قصفا، إذا ما رامها منهم غدور. بناها المستجاب الدعوة وفي جوانبها دعاء لا يبور. مستجاب الدعوة هو عقبة ابن نافع الفهري، ذلك الإمام المجاهد البطل المقدام، الذي كان الروم والبربر يفرقون من اسمه لا من سيفه. هكذا هم المسلمون، أقوياء أعزاء أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هكا يلزمنا نكون، فلا بد من الجماعة، ولا بد من التزام الطاعة لأهل العلم ولأهل الخير الذين وثقنا في علمهم وفي دينهم وفي كلمتهم وصدعهم بالحق. هكذا تستقيم الأمور، هكا يرجع الإسلام. لابد من الحسد فيه، لابد من الجهد فيه، لابد من الاعتزاز به. عزكم في هذا الدين. روى ابن ماجه في سننه، وابو بكر الاجري في كتاب الشريعه، من حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، الا تعهد الينا؟ كانها موعظه مودع. فقال: لقد تركتكم على البيضاء، هي الشريعة، هي السنة، هذا معنى البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فهؤلاء العلمانيون هلك، والشيوعيون هلك، واليساريون هلك، وكل من انتقص من هذا الدين هالكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة في هذا الدين، وجعل العدل في هذا الدين، وجعل الإحسان في هذا الدين. قال: لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإنما وإن تأمر عليكم عبدا فعليكم بالطاعة. وفي ألفاظ أخرى وإن عبدا حبشيا تأمر عليكم فعليكم بالسمع والطاعة. إنما المؤمن كالجبل الدنف حيثما قيد القائد. أيها المسلم كن كالجبل في الشريعة حيثما قادتك الأحكام فكن خلفها، حيثما قادتك السنة فكن خلفها. واعلم أن هؤلاء المرتابون، هؤلاء الشكاكون، هؤلاء الأفاكون، هؤلاء المجرمون، فستكون نهايتهم قريبة بإذن الله، وسيعز الله أهل دينه، ويفرح المؤمنون بنصر الله. فالله ناصر جنده لا محالة، فالله ناصر رسله لا محالة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، هم الأذلاء، هم السفهاء، هم الرجعيين، هم المتخلفين، لأنهم شافوا أن الخير والحضارة والتفتح في غير هذا الدين. فكيف ينصر هؤلاء؟ كيفاش هؤلاء يكونوا في خير؟ كيفاش هؤلاء يكونوا في أمان؟ كيفاش هؤلاء يكونوا في سعادة؟ من أعلم؟ من أقوى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. ويل لهؤلاء الذين تتلى عليهم تلك الآيات ويقولون خلاص هذا قد ول أمره، قد ول الدين زمنه، هذه الأحكام كانت في تلك الأزمنة، كانت في وقت الجمولة، في وقت الصحراء، كذبوا ورب الكعبة. فإن النبي أرسل للناس عامة، أرسل للناس كافة، أرسل إلى كل الملل. هذا الدين باقٍ إلى يوم القيامة، فلا ينطق بهذا الكلام إلا معتد أثيم. ونحن نحب ندهنهم ونحب نرضيهم تاع عشرة يكفاهم، مهما أرضيتهم فلن يرضوا عنك، مهما داهنتهم فلن يفرحوا بك، مهما سكت على الباطل بتاعهم ما همش حاشدهم بيك، بل يريدونك لعبة في أيديهم كي تحقق باطلهم وكي تحقق زيفهم. على تاش نوة الذل، على تاش نوة تتكلم من نودة، على تاش نوة لا احنا بهين وانتم بهين ومطالبنا واحدة. اي مطالب؟ مطالب الكفر، مطالب الالحاد، مطالب السينما العالية والسفور والافلام الاباحية. اي مسالك يتكلمون عنها؟ مسالك العري والتبرج والدعوة الى الفحش؟ اي ثقافة يتكلمون عنها؟ وأي مؤسسات يتحدثون عنها؟ لما ندهنهم؟ لما الدنية دائما في كلامنا؟ علاش لما سامح وعدي؟ فما أمور نسامح نعديهم؟ هذه أمور ما نسامحش فيها، هذه أمور بنود كلية قطعية لا مجال للتنازل. علاش نتنازل؟ هما يتنازلوا ولا احنا نتنازل؟ احنا نتنازل عن الحق، كيف يكون هذا؟ ثم يأتي ويتبجح ببعض الكلام، هذه سياسة وهذه خدعة والحرب خدعة. أي حرب وأنت تحارب وأنت خدعة؟ وأي سياسة تتكلم عنها؟ فالسياسة هي الدين، فالسياسة هي الاستقامة، فالسياسة أنك تحط حاجة كل حاجة في بلاصتها، السياسة كل إنسان ياخذ حقه، السياسة أن تكون لك حرية مشروعة. هذه هي السياسة. السياسة مش بالتناسبات، ومهما عملت والله لن يسعد بك، يلعب بك ويلمك، لأنك أنت حطيت روحك تحت الأقدام، فالله قد رفعك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الدين أقواما ويضع آخرين. وأنت تحب راسك تحت، لما؟ علاش؟ ليش ما نكونوش كلمة واحدة؟ قلب واحد نطالب بهذه المطالب لا نزيل. حق حق يزمكش تسكت عليه، يزم
جاءنا ذلك الوجه، جاءنا فرنسيون، ثم من بعده ذلك لميسواش، ثم جاء من بعده لميسواش أكثر منه. يكفي 80 عام واحنا في تخلف، واحنا في جهل، الناس ما عادش تعرف دينها، الناس تنطق بكلمة الإسلام وما يعرفش أحكام الإسلام، لا يعرف لا حلال ولا حرام ولا واجب ولا فرض ولا نهي ولا كراهة ولا مستحب ولا فضيلة. هكذا مسلم فقط، مسلمون ما يعرفوش يتكلموا جملة على جملتين عربية فصحى، مسلمون لا يعرفوا ما يعرفوش مبتدأ الخبر مرفوع فاعل مفعول به مضاف إليه. إهانة هذه إلها، هذه المناهج التربوية اللي فسدت الشباب بتاعنا واللي فسدت الأطفال بتاعنا والبنات بتاعنا. علاش ما نتكلموش كي يستقيم هذا الأمر؟ نحب صغارنا يعيشوا في بيئة نظيفة، يعيشوا تحت مدرسين أمناء فضلاء، يعيشوا ترباهم معلم ملتزم ويرباهم رجل فاضل ذو لحية وذو ديانة، باش يعرف هم هم الأسوة بتاعهم وهم القدوة بتاعهم. يقريوا في أولادنا ناس فلاسفة، يقريوا في أولادنا نساء عراية، فكيفاش هذا يشوف المناظر هذه بعد ما يجي القلب يقول هذا حرام، هذا ما يجيش. خلاص قد تشرد قلبه تلك المفاسد، قد تشرد قلبه وعيناه تلك المشاهد التي سعيد من بعد وربما يناظرك ويجادلك. هذه المناهج التربوية أفسدتنا وأفسدت من قبلنا ومن بعدنا. علاش ما يكونش عندنا في المناهج التربوية مادة السيرة ثابتة؟ علاش ما تكونش التربية الإسلامية فعلا مادة تربية إسلامية؟ مادة تربية إسلامية معتزلة وأشاعرة تمام وخوارج وشيعة وفتنة كبرى وفتنة صغرى ويوم الجمل ويوم صفين ومعاوية بن أبي سفيان وقاتل ومقتول ودماء. يفر الرجل، يفر الطفل، يهرب الطفل، يقول لك شنو الإسلام هذا؟ دمومات وقتل ومقتول. ما قرروهمش السيرة، ما قرروش سيرة الخلفاء، ما قرروش أمجاد الصحابة وفتوح الصحابة ودولة الإسلام منين كانت ومنين توصل، ما قرروهمش عزة الإسلام وقوة الإسلام، ما قرروهمش هذا. يقرروهم كان في المشاكل، يقرروهم كان في المحن والفتن. الطفل هذا يطلع يقرأ الدين، الطفل هذا ينفر من الدين. التربية الإسلامية قالوا لي ما عادش تربية إسلامية، فكرية مدنية، تفكير إسلامي وهكذا. فهذه حقوقنا، ولدك يقرأ، ولدي أنا وبنتي وبنتي، فيلزم يعلموهم حاجة به، يعلموهم حاجة نظيفة، يعلموهم علم صحيح. فهؤلاء اليهود في جلبة عندهم ساعة أو ساعتين في اليوم يقرأوا التوراة ويقرأوا تفسير التوراة، وبعدين يمشيوا يقرأوا في المدارس الحكومية في بلادنا، واحنا مسلمين صغار ما يعملوهاش. وإذا الإنسان يحب يحل مدرسة عام الثاني أو عامين الثاني مدرسة قرآنية، السماء أقرب أنك تأخذ رخص. ما هذه هي الحقيقة؟ صغار نبيون فهمت يحفظ أذكار الصباح والمساء ولدنا الكل ينزل في الدين يشوف ايش يعمل، بينما قديما ست سنين تلقى خاتم القرآن. يعني صرنا نفخر بأدنى الأمور، ولد حافظ جزء عام يبقى فرحان، ولد حافظ جزء تبارك يبقى فرحان. علاش وصلنا للمرات هذه؟ بينما تعرف قبل وتعرف الناس كيفاش كانت تقرا قبل وتعرف حفظ الناس قبل وتعرف المسائل كيفاش كان فيها نشاط ودورات وعلوم ومنافع كبرى، عائلات عايشين في خير، في سكينة، في حياة، في حشمة. هذول ما يحبوش أن يعيشوا هكا. نحن نحب هؤلاء المسلمين ينقسمون قسمان أو ثلاثة أو أربعة، قسم يشتغل بالعلوم الشرعية وقسم آخر يشتغل بالعلوم الدنيوية، باش تولي عنا قوة ضاربة. احنا ما نغلبوش حاجة على حاجة. فهذا الدين يمشي الكل في مسار صحيح، ولكن يلزم يتوظف صحيح ويلزم يكونوا عليه كفاءات. ما نقولوش الناس كل مش يقولوا علماء وكلهم فهمتي محدثين وكلهم فقهاء، قسم يشتغل بهذا وقسم يشتغل بهذا. هذوما الايرانيين وهؤلاء الشيعة الروافض يعرفوا الشيعة، ما همش خير منا فكرا ولا فهما ولا ذهنا ولا اتباعا للحق، ولكن قاعدين يخدموا، يعملوا في النووي ويعملوا في كل حاجه، متطورين في كل حاجه. نحن اهل السنه اولى الناس بهذه الامور.
لازم يكونوا قويين اقتصاديا وقويين علميا وقويين عسكريا في كل شيء. لازم يكونوا قويين في الهندسة في التكنولوجيا في أي مجال في أي مجال. وقت الإسلام يقوم على سطيه وقتها يخافون هؤلاء. أما ما دام هذوما مسيطرين علينا بجنود من جلدتنا فالأمر ما زال بعيد شوي. فالأمر ما زال بعيد. وإذا قلوبنا هكذا فالأمر ما زال بعيد. وإذا مش نبقى ونعيش وأهل الله مش نبقى وزاد أبعاد. أن نعيش الأيام هذه. إياكم أن تظن أن هؤلاء فرحانين بالمجالس هذه. فرحانين بالجوامع هكذا. فرحانين أن كلمة الحق صارت تقطار. ما مش فرحانين. مع هذا يعني هالمجالات هذه الصغيرة هم ما همش عاجبهم وما همش مرتاحين ويحاولوا بكل السبل والطرق أنه مش شيء غير معنا يبقى فترة يبقى فترة بإذن الله لن يبقى فترة بإذن الله إلى الأمام كما قال ذلك المجرم. إن شاء الله ما عادش نوفر. إن شاء الله نكون صادقين. اللي يحب الدين لابد أن يضحي من أجله كما ضحى الصحابة من أجل هذا الدين. خرجوا لنا تلك المسافات وقطعوا تلك الكيلومترات باش يجيونا بهذا الدين اللي الرمزيه بتاعهم ستبقى في رقابنا لانه هؤلاء تعبوا وجاونا واعطونا الخير واحنا يلزمنا نحافظ على الخير هذا. لابد لابد ايها المسلمون. قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن عباس يأمر بالعدل والعدل هو التوحيد. وقال في الإحسان أداء الفرائض. وقال مجاهد في العدل العدل هو أداء الفرائض. فالعدل قوام كل قوام صلاح كل مجتمع. إذا كان الإمام عادل يعيش الناس في خير وإذا كان المجتمع معتدل ويقيم الحق وينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم نعيش في خير ونعيش في استقامة ونبعد عن المناظر هذه اللي نعيش فيها مدة طويلة ياسر. نبعد عن الحرام نبعد عن الفواحش عن المعاصي نبعد عن كل رذيلة نبعد عن كل فساد. العدل قوام الحق العدل إعطاء الحقوق. روى الإمام أبو بكر ابن المقرن في معجله وابن عساكر في معجل شيوخه ورواه كذلك ابن ماجه بنحوه والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من إمام عادل يوم واحد يكون فيه إمام عادل منصف ما هوش جاهل ما هوش ظالم ما هوش معتدي ما هوش جماع للدنيا ويأكل أموال الناس. قال يوم من إمام عادل خير من عبادة 60 سنة خير من عبادة 60 سنة. باش تعرفوا قيمة الإمام العادل قيمة الإمام المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد. فما بالك لو أقام هذا الإمام العادل 20 سنة أو 50 أو أقل أو أكثر. نعيش بخير فيه. قال وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر 40 يوما. حد إنسان عمل عقوبة استوجب فيها الحد فأقامه بحقه ما ظلموش وما تعداش عليه. قال خير من أنه أحنا لم ترد صب لنا 40 نهار. خير. وهذا حديث حسن بطرقه. شوف العدل إذا أقيم كيفاش نعيش في خير كبير. إذا الإنسان بعد على الحرام بعد على البغي بعد على جمع الدنيا بالحرام بعد على انتهاك الحقوق بعد على سفك الدماء بعد على تعذيب الناس بغير حق بعد على عذابة الإسلام وأهله واستقام. وقت نعيش في خير وقت نعيش في نعم وإن شاء الله نعيشوها على قريب. ياسر بعدنا
ياسر عشنا في مشاكل كبيرة، ياسر عشنا في ذل، ياسر عشنا في مشاكل لا يعلمها إلا الله، ياسر حرب كبرى إعلامية ثقافية كل شيء، حتى في الشارع، حتى في لبسك، حتى في الهوية متاعك يستنقصوننا. إذا افتخرنا بهذا الدين، وإذا حبينا نتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يحبونا شتاتة، يحبونا فرنساويين، يحبونا إنجليز، ويحبونا أمريكان، فكيف يحبونا؟ يحبونا القدوات متاعنا والأسوات متاعنا الفنانين والممثلين واللي يلعبوا في الكورة، وبعدين يلقى صغيرهم لبسه مليون بتاع فريق وشعره عامل هولو بتاع لاعب كرة قدم، فهكذا يحب ولده، يحب يربيه، هكذا يحب يربيه ولده على اسم فنان وعلى لوك فنان فنان، والاخر ولده ان شاء الله يطلع له كيما توم كروز، والاخر ولده ان شاء الله يطلع له كيما رونالدو، والاخر ولده يحب يطلع له، والاخر بنته يحب يطلعها كيما فاتن حمامه وكيما سوسن جرمانه وكيما معارض. ما أنا نشوفه فيهم في التلفزة، ما أنا نشوفه فك سفيان هذا البرميل ذلك الفاشل، كيفاش يعمل في البنات بتاعنا الصغار، وكيفاش نلبسهم ومكياج وجيبات ميني صغار عمرهم 8 و7 و9 سنين وتغني، وبعدين يجيبولها نقاد أئمة الجرح والتعديل في الفساد، والله نور صوتها نقص المقام الرصد، وصوتها ضعيف في النهوان وتطلع شوية خير، وعندها مستقبل، عندها مستقبل مش تفسد الناس، وولده عنده مستقبل مش يعلم الناس الرقص، هك يحبوا صغار، هك يحبوا شباب. بعدين قال نجي أنا قلنا المسرح مش حرام، أنا لا أتكلم عن المسرح ولا أتكلم عن السينما، هذوما المجالات هذوما ثقافية، إذا توقفوا وفق الدين ما عندناش مشكلة، باش ما يبدوش يلبسوا عليكم في التلفاز وفي المرئيات، هذوما يحرموا في السينما ويحرموا في الافلام ويحرموا في المعرفش شنو ويحرموا. نحن لا نتكلم عن الماده، نتكلم عن صفه هذه الماده وعن صفه هذه المؤسسه. اي افلام نتفرجوا فيها على النحو ذا، اي مسلسلات، اي نشاط ثقافي، هؤلاء يدعون الى الخير، يدعون الى الحق، يدعون الى الحياه، يدعون الى الحشمه. كلمه تعرف انتم الناس كل تعرف، ولكن هذا كله باش تعرفوا ان الناس هذوما قداش خاطئين عليكم، قداش ما يحبوش الدين هذا يرجع في البلده هذه، ما يحبوش، ما يحبوش، يكره الدين، وتشوفوها في نسمه وفي اي قناه كلهم يتبجح ويجهر بعداوته للدين، كلهم ما يحشموش وما همش خايفين، واحنا اهل الحق ما يلزمناش نتكلم، ويلزمنا نسيسون، ويلزمنا نسكت، وما هوش من ده يا اخي. اياك فاحذر، 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 فستبصر ويبصرون بايكم المفتون، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. اياك ان تداهن، اياك ان تلتوي، اياك ان تنثني، فانك على الحق، فانك على شريعه المولى تعالى وعلى سنه محمد صلى الله عليه وسلم. علاش تخاف؟ وعلاش راسك تحت؟ خلي راسك فوق. والله لو كنا صادقين تو تشوف الخير اللي يجري في البلاد هذه، تو تشوفوا الامور كيفاش تتصرف، ولكن نكونوا صادقين، ما نكونوش كلام بركه، نكونوا عمليين، نكونوا عمليين حركيين ناشطين. الدين ماهوش كلام في القهاوي، الدين ماهوش كلام في الديار، الدين ماهوش نظريات واوراق، الدين عمل، الدين عمل. يقول قتادة ابن دعامة البصري الحافظ الثبت الاعلى، يقول ما كنتش نحفظ ثلاثة آيات ونزيد ثلاثة أخرين حتىش نعمل بثلاثة آيات أولا، بعدين نحفظ اللي بعد،
وربما نحن اليوم تجدنا حفاظ وبرشا ممن يحفظ القرآن، ولكن هم أبعد الناس عن أحكامه، أبعد الناس عن العمل به برشا برشا. فالصحابة رضي الله عنهم سواء في زمن النبوة أو بعد النبوة ما كانوش برشا حفاظ القرآن، ما كانوش برشا، يعني تقريبا في زمن حياة النبي كانوا يجمع القرآن 4 أو 5، ولكن شوفوا كيف كانت، شوفوا كيف كانت الدولة، شوفوا كيف كانت القوة، شوفوا كيف كانت الإخلاص العبادة الإحسان، شوفوا كيف كانت الصدقات، شوفوا كيف كان البذل، شوفوا كيف كانت التضحيات مع فقرهم وقلة الحاجة وقلة المغنى، ولكن يؤثرون على أنفسهم ولو كان المخصص، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مع هذا الكل يضحي واحنا بفلوس يعني على البعض كذا، وعنا باش نجموا نتحركوا، باش نجموا نغيروا، باش نجموا نتكلموا، باش نجموا نعمل نشاطات اسلاميه، باش نجموا نكونوا جمعيات خيريه، نعاون الفقراء ونعاون الارامل ونعاون نساء المطلقه ونعاون اليتامى ونعاون العائلات المعوزه. احنا عندنا مشاكل حتى في وسط البلاد كما عندهم في الارياف، ربما اكثر حتى في وسط البلاد. تلقى عائله كامله تبات في الشتاء تحت، تلقى عائله كامله تعيش في دار الندم والاسقام والامراض، تلقى عائله كامله 9 أو 7 أفراد ما عندهمش دوش في الدار. علاش هذا؟ وين الرحمه؟ اين البذل؟ اين الاخوه؟ اين الجماعه؟ اين التضحيه؟ اين الاحسان؟ وين هذا؟ علاش كلام بركه؟ علاش نقعدوا نتكلموا ما نعملوا حتى شيء؟ وهؤلاء يفعلون اكثر مما يتكلمون. والله ما نقضوها هذه الساعات باش يلقى لك خطه ومكيده ويمكر بك باش يحطك في مشكل، باش يطلعك غلط، باش يرميك بالتهم. ونحن راقدين راقدين نايمين. كل صراحة عجب، والله العظيم عجب، عنا كثير خير نجم نعملوه، ولكن التقاعس هذا والكسل هذا والبخل هذا والشح هذا لن يأتي بخير. اتقوا الله أيها المسلمون واعملوا صالحا واجتنبوا ما حرم الله تعالى. روى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال، والحاكم في المستدرك، والبزار في المسند البحر الزاخر، وأحمد في المسند، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله صراط المستقيم وبين هذا الصراط سوران فيهما أبواب مفتحت وعلى الأبواب سطور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول: فلا استقيموا ولا تعوجوا. وفوق ذلك يعني وفوق ذلك الداعي داع آخر يقول: كلما هم عبد أن يهتك تلك السطور أو أن يفتح شيئا من تلك السطور قال له: ويلك لا تفتح، فإنك إن تفتح لتلجه. ثم فسر صلى الله عليه وسلم المعنى هذا تعلمه فقال: الصراط هو الإسلام، الصراط هو الإسلام، فالإسلام سوي مستقيم، ما فيهوش التواء، ما فيهوش اعوجاج، دين واضح باين. ثم قال: والأبواب المفتحة محارم الله، والسطور المرخاة حدود الله، والداعي الذي عند رأس الصراط هو القرآن يقول: استقيم ولا تعرج. وفوق ذلك الداعي هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. مثل جميل واضح. أيها المسلم رد بالك تحل أي ستار من هذه السطور، رد بالك تحل ستر الربا، رد بالك تحل ستر السفور، رد بالك تحل الستر باش تقع به في الزنا والخنا، رد بالك تفتح تلك السطور المرخاة التي هي حدوده إياك
فاحذر أيها المسلم ورد بالك تحب الستر متاع الخمر، ورد بالك تحب الستر متاع الكروموسبور والقمار. قال شنو زوالي إن شاء الله تخطف، رد بالكم برشا مسلمين قاعدين يعملوا في المشاكل هذه. فليتقوا الله، فليتقوا الله وليلتزموا ما جاء في قول الداعي استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. راك إذا بعت على الصراط هذه راك معوج، راو عندك مشكلة، راقب روحك، راجع روحك، تب إلى الله تعالى. كن من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. كونوا كهؤلاء، كونوا كهؤلاء، يتب عليكم المولى تعالى ويغفر لكم. فأحسن واحد فينا اللي يغلط ويتوب، فمش واحد ما يغلطش، فمش واحد ما يعصيش، منهم أنا. وابدأ القائمة تطول، الناس كل تغلط، الناس كل تظلم، والناس كل ترتكب أخطاء، ولكن خيركم من تاب وأناب واستقام وعاد إلى الله تعالى. الذين آمنوا أشد حبا لله، فهذه الشدة في محبة الله تعالى هو استقامة على أمره وطاعته على حكمه والتسليم بقضائه وقدره. هذه هي محبتك، وشدة محبتك هو التزام قول نبيك صلى الله عليه وسلم. جاء في تفسير الإمام إبراهيم بن المنذر قال لما نزلت قال صحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والله إننا نحب ربنا، قالوا احنا نحب ربنا، فرب سبحانه وتعالى أراد أن يجعل علامة فأنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الحسن جعل الله تعالى علامة لصدق قوله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب رب سبحانه وتعالى فكن ملتزما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة متاع محبتك لله تعالى، لابد أن تستقيم على حكم رسولك صلى الله عليه وسلم. قال لك حرام حرام، أحلال أحلال، افعل افعل، لا تفعل لا تفعل. هكذا كان صحابته، لا يقولون علاش ولا كيفاش، ولا هذه صعيبة علينا ولا هذه ما نجدناهاش، ما وجدناها نصنعون ذلك، إنما ربما يستفسرون الأمر لا يعترضون ولا يتسخطون ولا يكرهون ما أنزل الله ولا يرفضون ما أمرهم به نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلامة المحبة لله تعالى هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون فاتبعوه. فاتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم علامة حبك لله تعالى. روى أبو بكر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم أحد منكم طعم الإيمان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود في سننه والحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا هي المحبة، هذا هو التسليم، هذا هو الاقتداء، هذا هو الاستسلام، هذا هو الإسلام. إسلامكم في الطاعة لا في المخالفة ولا في الهروب من حكمه ولا في عدم الرضا بما قضاه ربنا تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالخير متاعك والسعادة الكل فيما نذكره، ولكن نحن نذكر شيئا من التفصيل والتوضيح، ولكن الأمور معروفة، ولكن حب نشد الهمة متاعك ونرفعكم إلى فوق وتكون أهل استقامة حقه ونكون أهل اقتداء حقه ويكون عندنا محبة لهذا الدين واعتزاز وشموخ وافتخار. هذه البلد تعرف وش خرجت علماء، تعرف وش كانوا عايشين فيها من أهل الخير،
كان فيها الإمام سحنون ذلك الإمام الجبل، كان يعد مالك الصغير بالقيروان تلك البلدة للحركة العلمية اللي كانت فيها مكانس موجود في حرب الصدر، وخاصة في المغرب كانت قبلة لأهل المغرب جميعا، أهل الأندلس، أهل المغرب، أهل فاس، أهل مراكش، أهل عنابة، أهل تهودة، أهل تلمسان، كلهم كانوا يأتون إليه يدرسون هذا الدين عن علمائنا وعن فقهائنا. فاليوم القروان ما عندهم الجمعية قرآنية، عندهم واحدة يعرفوها كان في الحكومة متاعها تلك القيروان، ما عادش فيها علماء. اللي قبل كان فيها آلاف أهل العلم، كان فيها سحنون وابن أبي زيد القيرواني عبد الله، وكان فيها أبي زيد عبد الرحمن الأنصاري المعروف بالدباغ، وكان فيها البهلول بن راشد وعبد الله بن عمر بن غانم القاضي وعبد الله بن أبي حسان القاضي، كان فيها هؤلاء، كان فيها محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، كانت فيها أسماء كهؤلاء، أسد بن الفرات ورباح النخمي ويزيد بن رباح النخمي، كان فيها هؤلاء الذين دافعوا عن هذا الدين ودافعوا عن معتقد أهل السنة والجماعة وحاربوا الشيعة المجرمين الذين أكرهونا على التشيع وقتلوا منا الآلاف في المهدية والمستير. فليعلم أيها المسلم، فلتعلم أيها التونسي ماذا وقع في هذه البلدة من مطاحن ومن محن، وشنو اللي جرى فينا، وقدش تعذبنا، وقدش تقتل منا لأننا متمسكون بهذا الدين. عاشوا فينا سنين وسنين، عاشوا فينا أكثر من قرنين وشوية، فرضوا علينا ذلك المذهب الفاسد، وعلقوا في مساجدنا رؤوس الحمير والكلاب، وكتبوا عليها أبو بكر وعمر وعثمان حقدا وكرها لهؤلاء الصحابة الفضلاء. اعلم أيها المسلم شو صار فيك وشو جراك، واعلم أن من قام على هؤلاء الإمام البطل الجهبة محرز ابن خلف المعروف بسيدي محرز، هذا هو الإمام البطل الذي دافع عن هذا الدين وأقام معتقد أهل السنة في تونس وأفتى بقتل هؤلاء حتى عادت العزة للمسلمين، وكان أهل تونس جندهم. وبأس الله تعالى الذي لا يرد عن هؤلاء المجرمين. اعلم هذه الأسامي ما هيش بالباطل، أعلم الناس هذوما ما حبهمش الناس بالكذب، ما حبهمش بالخرافات، ما حبهمش بالزيف، ما حبهمش بالكلام، أحبوهم بالعمل، أحبوهم بالبذل، أحبوهم بالتضحية. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الأخيار، هؤلاء هم تلك الطائفة التي ذكرناها، ظاهرين ناصرين لهذا الدين، قامعين لأهل الكفر، قامعين لأهل الباطل. هؤلاء هم أهلنا وقدوتنا وأسوتنا، ما همش الفسق هؤلاء والصعاليك هؤلاء والمجرمين هؤلاء، ما عمرهم ما كانوا لنا قادة ولا بيهزونا الخير ولا بيرجعوا لنا عزة أبدا، والله أبدا. عزتنا في هؤلاء العلماء، هؤلاء الذين قادوا تلك الأمم ووصلت فتوحاتهم إلى الأندلس، ما هوش بالهواء هذا، ما هوش بالكلام، بالعمل، بالجد، بالبذل. هؤلاء أئمة أخيار. يقول سحنون رحمة الله عليه: والله ما تركت الصلاة خلف أهل الأهواء وأهل البدع إلا باقتدائي بالبهلول بن راشد. كانوا ناس حازمين، كانوا ناس حازمين في هذا الدين، كانوا ناس أشداء في الحق، ما يلعبوش، ما يتهاونوش، ما يتنازلوش. هؤلاء هم أمتنا، أسأل الله أن نكون مثلهم. ما قلت لكم الصحابة، هؤلاء تقريبا عاشوا في القرن الثاني، إن شاء الله نكونوا كما هؤلاء، تو نكونوا أعزاء وأقوياء، إن شاء الله نكونوا كهؤلاء، إن شاء الله نقتدي بهؤلاء. لهذوما الناس صدقوا، صدقوا في دعوتهم،
صدقوا في علمهم. ما حشناش فيكم يا طلبة العلم أنكم تحفظ البخاري ومسلم، حشت أن تعمل بالبخاري ومسلم، ما حشتيش أن تحفظ كتاب الله دون العمل به، ما حشتيش أن تحفظ وتمشي تجادل في أمدادك، مش كون أعلم مش كون أفهم مش كون أفضل، هذا ليس بعلم، هذا العلم ليس بنافع، هذا العلم بيجيب حد شيء. العلم أن تكون صادقا فيه، أن ترزق فيه النية، أن ترزق فيه الإخلاص. كان إبراهيم النخعي الإمام الكوفي الجبل كان يكره أن يطأ الناس عقبه، ما يحبش كل يقعد يخاف يخاف، احنا اليوم يحب يقعد يحب يتكلم، وهو لا متعلم ولا قاري ولا حد شيء، يحب الشهرة يحب المنصب يحب أن يقال فلان عالم فلان محدث، ما حشناش بهذا، حشتنا أن تكون صادق، أنك تنفع الناس، تحبب الناس في هذا الدين، تصلح بين الناس، هذا ما حشتنا، ما حشناش بحاجة أخرى. ولكن كل واحد ومسلك، كل واحد والنية بتاعه، كل واحد وطريق. ولكن أنه طريق ينفع هو الصدق، هو الإخلاص في القول والعمل. يقول سحنون رحمة الله عليه، يقول مثل العلم القليل في الرجل الصالح، علم شوية ولكن في رجل صالح، قال كمثل رجل زرع زرعا فانتفع به، قال ومثل العلم الكثير في الرجل الغير الصالح كمثل العين الخرارة في الأرض السلخة تهدر الليل والنهار ما انتفع بها، عين تجلس محنين تمام وماءها وفير ولكن في أرض سبخة، مش تجيبها ما تجيب حد شيء. فقال هكذا هو العلم. ثم قال وكان البهلول ابن راشد له فقه ليس عند آخر فنفعني الله به. يقول البهلول ابن راشد كان عنده علم ولكن مش برشا، ولكن قال رب انفعني به. قال وكان آخر ما حبش يذكر اسمه بحرا من بحور العلم، وكان يأتي السلطان فلم ينفعه علم ولم ينفعني الله به. هذه هي المشكلة، المشكلة عشان علم شوية ما فيها بس، ولكن كن صادق وقتها يجري الخير عليك، وقت الناس يتأثروا به، وقت الناس يقتدوا به. أما علم مجرد فقط هذا مش علم. يقول الحسن بن أبي الحسن البصري إنما العالم عندنا الراغب في الدنيا، الراغب يعني هذا اسم أضداء، يعني الراغب إما أن يسرع في الدنيا هو أن يرغب عنها، يعني راغب أنت عن آلهة إبراهيم، يعني هو ما عشتوش وكما قولوا صاد عنها وملتفت عنها تمام. فيقول الحسن البصري الراغب في الدنيا تمام الساعي الى الاخره الذي يقوم ليله ويصوم نهاره، فهذا هو العالم عنده. ليش لما جاء واحد قال له ما تقول في مساله كذا فجاوبه، فقال يخالفك فيها فقيه، فقال له هل رايت فقيها؟ انا فقيه ريت. قال انما الفقيه عندنا